يستعد المغرب حاليا لعملية ضخمة لاستيراد الأغنام لسد الخصاص خلال عيد الأضحى ويتعلق الأمر بمليون رأس من الأغنام علما أن قطيع الأغنام الجاهزة للذبح حاليا يقدر بأربع ملايين رأس بينما يصل الطلب خلال العيد إلى خمسة ملايين رأس حيث جلب لحدود الساعة المغرب نحو عشرة آلاف رأس من الجارة إسبانيا وهي أغنام شبيهة بالسلالة المغربية وغير مستبعد في الوقت ذاته مباشرة عملية مماثلة مع رومانيا استيراد مليون رأس إضافية من الأغنام لمواجهة الخصاص خلال العيد ليس معناه أن الأسعار ستبقى ثابتة مقارنة بالسنة الماضية بل من المتوقع ان ترتفع اسعار الاغنام من 5 الى 10% بسبب ارتفاع اسعار الالف والمحروقات ومن ثم كلفه النقل وقد اكد رئيس الحكومه عزيز اخنوش عدم الغاء العيد وهي الفكره التي كانت تروج بقوه لدى شرائح واسعه من المغاربه بسبب السياق الحالي المتسم بارتفاع التضخم والاسعار